رزقي، طاقة اسمك رقم 2، طبعه مائي، كوكبه القمر، يوم السعد 2، الحجر الكريم الملائم، العنبر واللؤلؤ والياقوت. السورة القرآنية المناسبة هي سورة الفجر. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا خالق، يا رزاق، يا خبير، يا علي، يا واسع، يا ودود، يا مبدي، يا والي، يا متعالي، يا ذو الجلال والإكرام، يا مقسط، يا مغني، يا هادي. أنت شخص اجتماعي محب لإقامة العلاقات الاجتماعية والحوارات، فنان وموهوب في عملك، شجاع، جريء، طموح، مغامر، لا تخشى الفشل، طليق اللسان، حلو الكلام، جدي ومنظم ومرتب في عملك، عنفواني، متسلط وقاسي الطبع. تحمل 3 عناصر في اسمك: عنصر الماء، وعنصر الهواء، وعنصر التراب. تتميز بالجود والكرم وبحب مساعدة الآخرين. لديك سفر في حياتك، قد تتعرض للعديد من المشاكل والخلافات والانتقادات من أقرب الناس إليك. لديك روحانية عالية. تملك حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيش حياة سعيدة ورائعة. الله أعلم، والله الموفق.